زي ما انتوا عارفين لما سكورك غلابة بينزل اي متجر تخفيضات في اللعبة بيحرقه كله، وغير كده كمان بشتري كل حاجة في المتجر، وكمان بنطور الاسلحة بتاعتنا. بس النهاردة قلت ادخل في اكاونت بتاع واحد من صحابي ومن جيش الغلابة الجامدين جدا، وفجأة واحرق له كل حاجة في المتجر، ولو عرفنا نطور الاسلحة هنطورها له ماكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من قناة ريتوس جيمنج. فيديو النهارده راح يبقى فيديو جامد جدا، عشان زي ما انتم عارفين المتجر الجديد نزل، واول ما بينزل بنحرق امه كله، وبنظبط الكلام وبنظبط الدنيا، وكمان بنظبطكوا انتوا، فانتوا كمان هتظبطوا في فيديو النهارده، وان شاء الله هنحرق لواحد فيكوا المتجر، بس بشرط يكون التخفيض بتاعه جامد جدا. انتوا عارفين ان احنا مفلسين الفتره دي، فلازم تخفيضكوا يبقى حلو كده عشان نظبط لكم الكلام. والنهارده احنا هنخش في اكونت واحد من الغلبانين، واحد من الجامدين بتوعنا، وهو مورو، وهو تيك توكر، وظبطوه برده واظبطوا معاه الكلام. واهم حاجه دلوقتي تحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، ولو انت عايز تحرق لك الفيديو الجاي او اللي بعده لازم يبقى حظك جامد جدا، وانا هخش احرق لك على طول ونظبط الكلام. ودلوقتي بصوا حطوا لايكات وسبسكرايبات واعملوا شير في كل حته عشان يبقى من حظك انت الحرق، شير في كل حته لاصحابكم لكل الدنيا. عايزين نوصل الفيديو بتاع النهارده اكتر من 10000 لايك. بصوا نظبطوا الكلام وانا هظبطكم، كومنتات كتير بقى عشان نظبطوا الكلام. وفي حاجه كمان اللي خلاني امبارح ما نزلش اي فيديو، هو ان احنا لسه عاملين افتتاح لمحل ورد جديد بتاعنا في اسكندريه، وعايزكم الناس الجامده بقى، الناس اللي هيتحرق لها بقى، الناس اللي هتظبط الكلام تخش على اللينك اللي في الديسكريبشن وتكتب مبروك وتعمل فولو للصفحه. عشان بصوا يا جدعان انا بعمل الحوار ده عشان افرح ام الغلابه، اللي هي امي، اللي هي امنا كلنا، فاهم انت ام الغلابه، عايزكم تفرحوها وتوصلوا البيج دي او الصفحه دي 1000 فولو في نفس اليوم كده في نفس الدقيقه، وتكتبوا كومنتات مبروك 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 من سكوره غلابه من سكوره غلابه، فاهم انت؟ عايزين نظبط الكلام كده، وانا هختار واحد من الناس اللي عامله فولو وواحد من اللي عمل كومنتات اللي هي مبروك، ونظبط لكم الكلام واسيبكم مع الفيديو الجامد جدا. اقفوا في ظهري، ها اقفوا في ظهري عشان اظبطكم. يلا اسيبكم مع الفيديو، وبسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا الليله. تررررا تررررا. بصوا يا جدعان انا مش عايز اعبط، انا النهارده يعني مش في وعي وما نمتش بقالي كتير قوي، بس بقول لكم ايه، انا النهارده جاي اودع، جاي بصوا اخرب الدنيا، جايين على المتجر الغامض، جايين نظبطوا الكلام. انا اهم حاجه بس دلوقتي عندي ان انا اجيب حظ للراجل ده، حلو اجيب حظ حلو، عشان هو ممكن يقتلني وممكن يعمل فيا حاجه، والله العظيم يا جدعان ممكن يقتل فيا. بصوا الحمد لله، انا بس ايه عايز اقول لكم حاجه بس كده بسيطه، ان انا امبارح ما نزلتش فيديوهات عشان حاجة واحدة بس، ان لسه فاتحين مكان ورد كده، باركولي في الكومنتات يا جدعان، مبروك 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 مبروك، فاهم؟ مبروك كتير قوي عشان اهلي يشوفوا كده ويفرحوا، فاهم؟ باركولهم باركولهم، هو بتاع اهلي يعني مش بتاعنا. المهم يعني ما علينا، اللي عايز ورد اللي عايز اي حاجة يجي لي، اللي من اسكندرية وعايز ورد يجي ينور وهديله وردة وفاهم وعليها بوسة كمان. المهم ما علينا دلوقتي، خلينا في موضوع المتجر الغامض. احنا بصوا عايز بس اشوف الاكونت ده فيه ايه، وريني كده متجر الاسلحة، عايز بس تشوف الاسلحه الماكس واللي مش ماكس عشان نعرف هنشتري ايه وهنظبط الكلام في ايه. وتوقعوا في الكومنتات، هو معاه الاي كي ماكس تمام والسكور 6 ماشي، انا عايزكم تتوقعوا في الكومنتات حظي هيكون عامل ازاي، هيكون فوق ال 90، ممكن يكون حظي 100% يا جدعان، ليه لا ليه لا. وهنا 6 برضو، ايه ده هو كله 6 ولا ايه؟ وريني الشوت جن كده، وريني الشوت جن نايا، ايه ده هو ما هوش شوت جن المطور اصلا، ولا ده بيتطور ده ولا مش عارف، هو فين الشوت جن المطور يا اسطى؟ انت مش قلت لي هات لي الشوت جن؟ لا مؤاخذه مؤاخذه، انا اسف انا اسف انا اسف معلش يا جدعان، قلت لكم انا مش في وعي، انا مش في وعي. المهم ان هو معاه كل حاجات ليفل 6، فاحنا عايزين حظ حلو عشان كمان نطور الاسلحه كلها. النهارده هنضحي في الفيديو، النهارده هنشحن ونشحن ونشحن ونحرق ونظبط الكلام، ماشي يلا بينا. عايزين ايه بقى؟ عايزين ايه؟ ودخلني بص على الشخص قبل ما ندخل على الحظ، فاكرين اخر مره كان حظنا عامل ازاي؟ عشان ايه؟ عشان لابسين لبس بيت، عشان في قله ادب. لا لا احنا عايزين حاجه ملطه كده، عايزين حاجه ملطه، حاجه كده فاهم؟ يعني ايوه بس كده، هو ده الكلام، هو ده الروقان، هو ده الجمال يا بنت. الله عليكي الله عليكي، هي دي اللي هتجيب لنا الحظ الحلو، هي دي اللي هتجيب لنا الحظ الحلو. جرب حظك، تفتكروا يا جدعان هيجي لنا كام؟ تفتكروا هيجي لنا كام يا جدعان؟ انا عايز حظ حلو يا جدعان، فوق 70 فوق 80 فاهم؟ نظبط
بكلام. الراجل كحان وزعلان، بس هو شحين على فكره، فاحتمال كبير قوي كان حظه رايح في 60 داهيه. بس المهم هنشوف دلوقتي، ويلا بينا عشان نشوف الحظ وفاهم. ولبست بنت كده ولبس روقان عشان فاهم اللعبه تهن عليا، عشان بتحب البنات انا عارف، وفي حد بيكره البنات. جرب حظك. بسم الله بسم الله يا رب يا رب، انا غلبان يا رب يا رب، الراجل هيموتني يا رب. انا قلت له حظي حلو، هدخل احرق لك انا واظبط لك الكلام انا. يا رب يا رب 80 يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. توقيف توقيف وهنبدا وبسم الله وهنبدا الليله، بس هنبدا عليا انا. الراجل هيقتلني. ايه 63% دي؟ ايه 63% دي؟ دخول دخول. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. احنا عايزين نجيب له سكن من دول، وعايزين يا لهوي يما يعني يما. لا 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 لا، الراجل هيوديني في داهيه، الراجل هيوديني في داهيه. طب احنا بصوا كده، ايه وايه ده؟ ده بتاع اليوم بي صح. المهم دلوقتي ان احنا عايزين، وريني كده بس ايه الحاجات، الحاجات كلها ورينا باش كده. يطلع لي فوق معاه. اه ماشي ماشي، ده بتاع الشوت جن صح، وده بتاع القرش. حلو 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 قوي، حلو قوي الكلام ده. احنا بقى ايه عايزين نظبط، وده بتاع الاكس مويت. ماشي احنا عايزين نظبط الكلام كده عشان ايه. استنى بس، هو عنده الاكس مود كام؟ انا ما اعرفش. ايه يا بت يا بت السوري نفسك بقى، ده انت رايحه في داهيه اصلا. جبت لنا حظ استغفر الله العظيم. وريني اكس مود كده ليفل كام؟ ليفل 4. لا ده بعيد قوي ده. خلينا في الحاجات القريبه، خلينا نجيب له ايه. ماشي وريني بتاع الشوت جن اول حاجه. ماكس 420 جوار. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. ماشي بسم الله بسم الله. نفتح بقى نفتح بقى نفتح بقى يا رب يا رب يا ايه ده اه من غير قصد. ماشي ما علينا ما علينا، نفتحهم مع بعض، نفتح كل حاجه مع بعض. هات يا باشا كده، هات ماكس برضو. الجوار خلصت. فتحت ليه انا؟ فتحت ليه؟ الله يخرب بيتي. ماشي ماشي ماشي، يا رب يا رب يكملوا ان احنا نعرف نحرق له، قصدي نعرف نطور له عشان الراجل يتبسط ويفرح بينا. يا رب يا رب انا غلبان يا رب. ده بتاع شجن برضو، هاتهم هاتهم. ماشي ماشي 30 حلوين حلوين قوي. واشترينا دول ودول. هات كده بقى ايه، نكملوا بقيه الحاجات هنا. متهيألي هنا في صناديق برضو. يا بنطلع فوق في صناديق هنا برضو. هنا ده بتاع ايه ده؟ ده بتاع الكوبرا ده ولا بتاع صندوق توكن يوم بي؟ لا مش عايزين صندوق توكن يوم بي، اليوم بي بعيد قوي عن التطوير. صندوق توكن الكوبرا، هات بقى الكوبرا ده باشا، هات الكوبرا 420. نفتحهم مع بعض برده عشان يبقى حظنا حلو كده. وهات بتاع الشوت جن ده، وعايزين بتاع الكوبرا كمان، وعايزين بصوا نروقوا الكلام. هات ده بتاع الكوبرا صح. ماشي ايه كمان ايه كمان ايه كمان ايه كمان؟ طب انا مش لاقي. فين فين بقيه الصناديق يا شركه يا بت؟ فين الصناديق؟ هو يا جدعان هم حاطين صندوقين دول بس؟ ازاي يعني؟ ازاي احنا عايزين نطور للراجل الدنيا كلها، عايزين نطور له الام بي 40؟ ماشي هنشتري بجواهر وهنظبط الكلام دلوقتي. ممكن نشحن له كمان، ممكن نشحن له كمان. بس اطلع لي فوق كده، اطلع لي فوق. نجيب له يا جدعان السكن ده ولا التاني؟ ايه ده؟ ايه الكلسون اللي ولا ايه الكلسون ده؟ مش فاهم. وايه الجزمه دي؟ ومش عارف. وريني كده التاني. استنى بس نشوفه كده، شوف الروان. هو الصراحه ده عاجبني، الصراحه ده عاجبني، بس مش عارف تحسه كده فراعنه فاهم، حاجه كده روقان. مش عارف مش عارف. نجيبه الاسود ولا ده؟ نجيبه الاسود ولا ده؟ جدعان يا جدعان اكتب لي رايكم في الكومنتات، يا ريتكم معايا دلوقتي كنت. ماشي ماشي، نجيبه ده نجيبه ده ولا التاني؟ خلينا في التاني. انا ايه ده؟ لا يمكن الشراء ليه؟ عشان ما جبتش حاجات هنا. ماشي احنا كده كده لسه هنكمل. هات هات بتوع. ماشي بتوع التاجر اسم. ماشي احنا كده معانا 1100 جوهره كده، ينفع اشتري صح؟ ماشي يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تهانينا واغسل قلبي ودلعني ودلعني عشان انا محتاجه اتدلع. دل فتح يا باشا، فتح فتح فتح. ماشي ما علينا دلوقتي، خلينا هنلبسهم دلوقتي وهنظبط الكلام. اهو اهو في بتاعت قرش اهو، ما احنا ما اشتريناش ليه دي؟ هات يا باشا هات هات. في ايه كمان؟ في ايه كمان ممكن ما كنتش واخد بالي منه؟ انا استنى كده وريني وريني. ده بتاع ايه ده يا جدعان؟ ده بتاع متهيألي اليو ام بي صح؟ ماشي اطلع لي فوق كده. حلوه راس الارنب دي، والله تصدق جامده، والله جامده راس الارنب دي. ده روقان خالص دي. هات يا باشا هات 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 هات. حلوه قوي يا جدعان الكلام ده، احنا عايزين من الكلام ده اصلا. نجيب له ايه تاني يا جدعان؟ فاضل 468 جوهره. نجيب له ايه كمان؟ ماشي وريني كده. طب في الحاجات بتاعت الاكس مويت؟ هاتها هاتها هاتها. 30 جوهره 30 جوهره كده. احنا اشترينا كل حاجه محتاجينها صح؟ نبدا بقى ايه نبغزر، نبدا نبغزر. متهيألي احنا اشترينا كل حاجه احنا عايزينها. استنى بس كده ايه، وريني الروقان وريني الكلام وريني الجمدان. اه في بطاقه حضنه وفي تغيير اسم، نشتري واحده كمان. مش عارف مش عارف، انا اشتريت له واحده فخلاص بقى. انت ايه تفتكر نفسك هتغير اسمك كل يوم ولا ايه؟ خلاص كده نشتري له كام بطاقه حضنك ده؟ الراجل غلبان برده ونفسه يحرق. ماشي وريني كده. ماشي 200 300 377. ماشي هات كده كمان اتنين كده. احنا ايه
بزرنا على الاخر كده معناش ولا جوهره. اشترينا بطاقه حضنا غرف ده يا بت، غرف في ده، غرف ده يا بت، غرف ده يا بت، ده انت عرفت وخرب بيت شكلك. هات كده، هات محمد رمضان نمبر 1 ماشي ما علينا، هات محمد رمضان، هات لي الخزنه، هات لي الخزنه عشان نروق الكلام بقى ونخش نطور بقى، نخش نطور. وريني كده يا باشا، ايوه الارنب بقى، لبسني الارنب بقى، لبسني الارنب. وهات ده ماشي، وهات بقى كله بقى. اه ايه ده، لا 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 عايزين وش الارنب، عايزين وش الارنب. وش الارنب راح فين؟ هات لي وش الارنب بسرعه، ده الارنب ده ده سر سر حبنا. الله ايه ده، ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ استنى بس كده، استنى بس نشوفه جزمه غير الشبشب ده، استنى كده احنا نقلعه خالص بس كده. ارنب على وريني السنه دي يا باشا، وريني السنه دي 30 صندوق. اه ورينا يا باشا، هات كده ولا نفتحهم 18 في الباقي ماشي. وريني كده ماشي، يا رب يا رب يطور، يا رب يا رب يطور. عايز افرح الراجل يا رب، والله العظيم غلبان، والله العظيم غلبان يا جدعان، يا جدعان غلبان، الراجل غلبان. انزل لي باشا تحت كده، دول بتوع ايه؟ دول بتوع كوبرا دول ولا بتوع ايه؟ ماشي افتحهم، افتحهم صندوق ده بتاع اليوم بي. ايه ده يا جدعان، يوم بي ازاي؟ الو اه ده بتاع ده وده. ماشي 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 ماشي، ما علينا ما علينا، انا اتلخبطت انا اتلخبط. او كوبرا، كوبرا كده احنا شكلنا هنطور الكوبرا وهنطور الشوت جن وهنظبط الكلام. يا رب يا رب ينفع يتطوروا، يا رب يا رب، والله العظيم انا غلبان يا رب. عايز افرح الراجل يا رب، نفسي افرحه والله العظيم، والله العظيم نفسي افرحه. عيط عيط واهو بطايق الحضنه ماشي والكلام ده كله. هات لي كده يا باشا، ايه وهنا في ايه جديد؟ اه ده البنطلون والبتاع ده ماشي، ما علينا ما علينا. حلو قوي كده، الله الله يا ابني. مش عارف ليه شكله عبيط بس والله عجبني. اللبس حلو، اللبس حلو، الرقص كده رقصه جمدان جمدان يا جدعان. وريني كده بتاعت الاي كي، اوه اوه على الجمدان. ماشي هات لي الاسلحه، هات لي الاسلحه يا رب يا رب، يا ينفع اطور يا رب يا رب. الواد غلبان يا رب. هات كده يا باشا ترقيه، ترقيه يا رب يا رب يا رب. ليفل 7، اه يا نهار اسود، لسه 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 فاضل كتير على ليفل 7. طب اسلحه، طب اسمه ايه ده، طب احنا اشترينا ايه تاني؟ وريني الشوت جارن كده، الشوت جارن. هات كده يا باشا الشوت جارن، تزويد. وهات ترقيه، بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله. اه اه انا كان والله كان نفسي، يعني انا مفكر ان احنا هنعرف نطور له حاجه، بس طلع ما فيش اي حاجه تتطور، طلع ما فيش. اه طب الكوبرا، طيب الكوبرا، طب يعني افرح فرحني انت بس. 456 يا جدعان، يا جدعان هعيط يا جدعان، مش هنعرف نفرح الراجل يا جدعان، يا جدعان مش هنعرف نفرح الراجل، حرام والله حرام. انا كنت عايز اطور له كل الاسلحه والله العظيم، انا كنت حاسبها ازاي ما اعرفش، بس كنت بحسبها هتتطور كلها، كنت بحسبها هتتطور كلها يا جدعان. ماشي والاكس مويت اللي هو ليفل 4 اصلا ينفع يتطور؟ وريني كده، وريني وريني 44. اه طب احنا اشترينا حاجه غلط طب ولا ايه؟ ما انا اشتريت حاجات صح. هو قال انت ان انت لو اشتريتهم هتعرف تطور كله، اشتريتهم وما عرفتش تطور كله. طب اعمل لك ايه انا دلوقتي يا اسطى؟ وريني كده ايه اللاك رويال، ايه اللاك رويال الجديد؟ ماشي ومعاه نص مليون جنيه. يا جدع انت، يا جدع انت قول كلام غير ده، يا جدع يا جدع قول كلام غير ده. ماشي وريني كده ايه ده، اه الحضنه القديمه وريني دي، وبتاعت الجولد، بتاعت الجولد معاه والله ممكن. اه ده كله معايا، كله معايا، كله معايا. راجل غني يا جدعان، يا جدعان راجل غني. حرام حرام يا جدعان، حاسه حاسه والله هيشتمني. طب ليفل 6 حلو يا اسطى، يا اسطى افرح بليفل 6 يا اسطى. بصوا يا جدعان، لو اختفيت يومين اعرفوا ان انا رحت في داهيه. وعايزكم برضو تحطوا لايكات كتير، عشان لو لقيتكم حطيتوا لايكات كتير جدا وكومنتات وتظبيطات، انا الفيديو الجاي او الفيديو اللي بعد الجاي هظبط لكم الكلام في الاكونت ده، هظبط لكم الكلام في الاكونت ده. الفتره الجايه هتلاقوني حارق له كل الكلام ده كله، كل الكلام ده كله، وهتلاقوا تظبيطات وروقان وجمدان. فايه حطوا لايكات كده واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تظبطوا الاكونت ولا لا. ولو انتوا قلتوا اه وكل الكومنتات قالت اه، هنمسك الاكونت ده نفرمه نفرمه، هنطلعه كله ماكس، هنطلعه كله ماكس. وبس كده يا جدعان، هو ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. ولو انت من الغلابه الجامدين زي ما قلت لكم، هتروح تكتبوا مبروك في البوست اللي في الديسكربشن، وهختار واحد منكم هنحرق له المتجر ونظبط الكلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلام. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my